يا رحت شمال في الكاميرا ما قدرتش نهضر انا نقول بزاف تهضروا سيري قولي عيشة. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته متابعات قناة عالم أم آدم سعيد، مرحبا بكم اليوم في فيديو جديد. اليوم إن شاء الله غادي نمشي عند واحد المتتبعة، فبغيت نحط لكم هذا الفيديو. هذا غنبقى دائما يعني كل مرة نحط لكم هذا الفيديو باش تشوفوا يعني ان نتعرفوا فيه على متتبعة، نتعرفوا على كيفاش يعني تحدات داك الملل والروتين اللي كيكون في الدار، كيفاش غيرت حياتها. فان شاء الله نتمنى ان الفيديو ينال الاعجاب ديالكم ان شاء الله، ودابا غادي نمشي عندها وتابعوني اكيد. ايوا حنا البنات دابا يلا دخلت عند مريم هذه هي المتتبعه ديالي اللي قلت لكم. المهم الصراحه عجبني الحال بزاف وكنقول لها مرحبا بك في الفيديو اول مره لا ثاني مره بانت واحد المتتبعه شحال هذه. ايوا صافي قلنا نشارك معكم هذه الجلسه هذه باش حتى نتوما تنفعوا وشحال من حاجه. نخليها يدوي تاهي قولي شي حاجه ويلي. السلام عليكم البنات متتبعات نجات، كي دايرين؟ لاباس عليكم؟ واش اخباركم؟ كلشي مزيان؟ المهم مرحبا بنجات عندي. نهار كبير هذا باش جات عندي نجات اليوم، مرحبا والف مرحبا. ربي يخليك والله بحال جيتي عند اختك عمر بابي وقبلي علينا شد الخيورات كاملين تبارك الله. المهم داكشي اللي قسم الله شركناه هذا مكان ومرحبا بها. ربي يخليك. ايوا صافي مريم راه قالت لكم حتى هي راه عيات من جلسه ديال الدار وبغات دير شي حاجه ونتشاركوا معكم يعني فاش كتفكري اش بغيتي ديري شنو هي دابا دايره. يعني كانت جالسه في الدار وطلعت ليها الدار في الراس ودارت دارت هذا دارت النادي، دخلت لواحد النادي ديال النادي ديال الخياطه مزيان. المهم واحد اللي بغى يتعمر اللي بغى يتلف للنساء اللي غير جالسين في الدار اللي بغى يتلف وليدات كبروا كيمشيو يقرا والله ما الواحد يمشي ولا الدار وقته شي شويه ولا هما تما ولا الدار كتملل ولكن كيبقى العشق ديالها هي هي الطبخ. هي كتموت عين تتردع ليا الخبر غنوريهم جاتكم الطبلة ولا حاجه نجات تعطيكم لا انت كل حاجه تعطيهم بحال هكا صافي ان شاء الله اي حاجه المهم بانوها زعما عجباتهم غادي نعطيهم الوصفه هي واش ان شاء الله واش كتفكر ديري؟ انا في النادي دابا انا لا دخلت ولكن انت مقتنعاش بالنادي واخا النادي المهم ما نبقاش جالسه في الدار انا درتو غير ديك الجلسه في الدار ما تحيدش الشقه كيتسالى والو النهار تيدوز غير كتبقى الروتين اللي كيدير هو مثلا 3 ايام في الاسبوع النادي ما عندناش يوميا. المهم ديك 3 ايام في الاسبوع كتشغلي بها وقتك. المهم ديك 3 ايام كتمشي عشيات عندنا من 2 ونص حتى ل 5 يمكن عمر شويه وقت حتى الخياطه زبونه هو اللي عنده ميول ولكن اللي عنده الرغبه فيها كتشوف اش فيها ديك النتيايه. المهم انا غير مدوزه بها وقتي وصافي ما بغاش نمشي في ذاك النصيحه ما غنمشيش في ذاك الميدان واخا تمشي فيه واخا تمشي فيه عمرك ما غديري فيه شي حاجه باش نتيا ما عندكش. المهم انا بغيتها غير باش غير راسي نخيط غير راسي نتعلم غير نفصل بنتي غير بنتي دابا كيف ما قلتي خصني انا فوقاش نبات الجلابه ندير لبنتي بصح كتشوفي الجلابه صغيره كتلوى لك فيها الثمن اللهم حتى هي حتى هي زوينه الخياطه حتى هي زعما كان عندك ما فيها تخيط تخبي الناس اللي عندهم الخاطر ديالها وراه مشاو فيها بعيد تبارك وانا انا دوزت فيها ما خليت ما دوزت فيها وزفت هي زوينه انت داك الشيء اللي حطيت تبارك الله فيها مدخول لا اي حاجه شوفي اي صنعه عند واحد الا دارها كامل هنا غيدخل غيجيب لاتيسير يجيب لاتيسير سوا قليل سوا كثير المهم غيكون. وعلاش ما ديريش هكا لي كوموند؟ ما كانتش يلا المتتبعين اكادير يلا اشنو اللي بغيتي سوليني فشي حاجه اللي صعيبه نجاوب ناس اكادير مرحبا بيا مرحبا بكم بغيتي حاجه مرحبا ملوي تيب شوفي انا نجيبهم لك ما عنديش مشكل مرحبا والله القصه مرحبا اختي نجات مرحبا الا بغيتي غتخدمي اي حاجه ما كرهت والله ما كرهت بغيتي غتبداي بغيتي نجيب لك لكم اي حاجه اللي بغينا الحلو اللي بغى شي حاجه مرحبا غير الخدمه مزيانه انت تدقي وتدي خبار كوموند خدمه ديال الدار ما كاينش زعما الخدمه بحال كنخدمها لوليداتي ما كاينش زعما ديك الخدمه ديال على برا داكشي سواقي راه ما كاينش الكوموند اللي جات مرحبا اختي مرحبا وتبداي تشوفي
مرحبا وتجربي. مرحبا والله مرحبا. الواحد الجلاس ما فايدنا بوالو، ما فايدنا شي فايده، ما فايدنا باش تعاوني غراس. فهمتي فهمتيني شحال من حاجه كتبغيها انت هي ما كتلقايها، ما كتصح يعني كتبغي تشريها كتبغي تاخذي ليلى هي بنادم راه يد وحده راه ما يمكنش. والله العظيم ايوا نطلب الله الخير، الله يسر هذا ما كان، الله يوفق ان شاء الله. صافي راه حشمانه في الكاميرا ما قدرتش نهضر، كنت نقول بزاف الهضره وسكي قول عشاء ماشي عشاء. المهم شي حاجه ما عرفتيهاش، تنتمنى حتى الناس بعدا السيده قاسم يتفرجوا في هذا الفيديو حيت انا قاسم هي من السيده قاسم، ديال السيده قاسم والناس السيده قاسم يتفرجوا ويشجعوا لها وكتبوا في السيده قاسم اللي تفرجت في الفيديو وراني من السيده قاسم، وراني من السيده قاسم ويتبعوا نجات وباقي ان شاء الله تشوفونا فيديوهات كثر. ضروري باقي غنوجد مع نجات شي هوات قاسم ضروري نمشي عندها ان شاء الله نصوروا شي هوات ديال المدينه قلتيها ليهم جبكم صافي قلتيها ليهم. ضروري شفت واحد الاكله عندنا انا شفت حطيتها غير في واحد الجروب في الفيس، شنو سميتها؟ ما كيعرفوهاش سميتها خليتها نحطها صافي على قناتك حصريه حصريه على قناتي اكله في الناس. زيد قاسم والله الا شحال ديال لي كومونتات ماشي كيسولني عليها علاش كل واحد شنو كيسميها. والله العظيم عرفتي واحد الكم كبير ديال الناس فوق 300 تعليق كيسولوا مزيان كيفاش وعلاش ان شاء الله نحطوها مع نجات وديك لها عندي كتعجبو نتمنى انت تعجبك صافي انا بعدا كتعجبني بزاف. المهم مرحبا بك اختي نجاة، بغيتي تعرفي اي حاجه في الدومين ديال البيع والشراء مرحبا بك. خلاص ضروري كنشكرك دائما كنصحصيك والبنات انا نجات ما كترد حتى واحد عمرها ما ردت شي واحد وانا كما قلت لك ابداي انا بغيتك غتزعمي والله تجيب لك كلية صافي شكرا صافي ما غدا تجيبوها ابداي ربي يخليك الله يعطيك الخير ومرحبا بك. ربي يخليك النضابه نوريكم الطبيله شنو دارت لينا وتقول لي بلاش هاد الحاشو هاد الحداقة غا شوية ماشي بزاف غا شوية حنا عاد كنتعلمو. المهم البنات هاد الطبيله تبارك الله ما شاء الله عليها راه اش نقول لكم حابقه الملوي بعدا فن كيبان غزال والله العظيم هالملوي زوين. وهذه هذه خلاص راه شفتوها شفتوها عرضت عليكم الخبر لكن غزال الله يعطيها الصحه راه شفتوها راه ان شاء الله راه المهم ترد عليكم. وهذه قدره قادر يا كل شنايا قدره قادر هي هذه هاي حتى هي زوينه المهم نتوما اللي بغات المقادير ديال شي حاجه تسولها في التعليق راه هي تكتب ليكم هي تجاوبكم. هذه الحلوه ديال المشطة ولا ديال البطاطا ديال الطابع ديال البطاطا هذه كتجي عزيزه على راجل فن كتكون. وهنايا هذوك الفقيقصات الصغيورين وبيتزا ديال الدار زوينه كتبان بالطون والفلفل والزيتون وهادو هادو اللي خاصني نكتشفهم الصراحه عزيز عليا هادشي عامر. هادو هما بحال شكل ديال شوسون غير هما هادي العجينه ديال المسمن باش درتهم ديال المسمن وكيجيو عاد كيبانو بحال بالورقه كتجي بحال بالورقه بحال بالورقه باينين كتجي مورقه اش فيهم الداخل مورقه اش فيهم الحشوه درتها بالصدر ديال الدجاج الخضراء خيزو قريعه مزيان ايوا صافي الصدر ديال الدجاج والقهوه. المهم انا غندوق ونرد عليكم نقول لكم شنو كاين. يلا طلع هذا الفيديو ملي جا بزاف دابا راه سيدي قاسم راه خاص سيدي قاسم يدخلوا ونتمنى يكونوا لي كومونتير ايجابيين ان شاء الله نكونوا عند حسن الظن الناس اللي كيشوفونا اكيد ان شاء الله. وتحيه للناس سيدي قاسم كاملين والعائله كامله واختي نعيمه اللي حتى هي حاب كاع نعيمه اختي كامله انت هي اللي تجي عندك شي نهار تجي عندك شي نهار نديروها حتى هي مالا اختي هي تاهي تبارك الله عليها حادقه ما عندي ما نقول انا تعلمت غير شويه منها غير شويه ايوا ان شاء الله. تحيه لعائلتي كامله وخوتي والناس اللي كيعرفوني كاملين ايوا كنسلم حتى انا على الناس ديال مريم تبارك الله عليها والله العظيم ظريفه هذه ثاني مره غنشوفها والله القسم ظريفه الله يخلي لها وليداتها وما غاديش يكون هذا اخر لقاء ضروري غادي نتلاقاو قدام ان شاء الله. اييه وكما قلت لكم وكما وعدتها راه غادي نحفزها مزيان باش تخدم ضروري ونرد عليكم الخبر عندنا باش تكونوا نرد لكم الخبر يلاه صافي دابا نجلسوا ندوقوا باش نرد عليكم باش نرد عليكم الخبر. ايوا حنا البنات من بعد ما كلينا الصراحه دخلنا في هذا الشيء طول وعرض
وداك الشيء كله زوين. عطاك 10 على 10 10 على 10 تبارك الله كل شيء زوين. والناس اكادير الاخوات اكادير اللي كيسولوني على لي كومون شحال من وحده قالت لي فين كاينه وهذه هي الاخت تبقى تخدم ماكلتها بحال ديالي واحسن كاع زوينه والله العظيم عندك كل شيء تبارك الله كل شيء زوين وحتى الثمن غيكون زوين ان شاء الله. وهي معاكم حتى هي تنتظر معاكم ان شاء الله. مرحبا بكاع البنات اللي بغات شي حاجه مالح حلو مرحبا والف مرحبا ونتمنوا نكونوا عند حسن الظن ان شاء الله الجامعي ان شاء الله. مرحبا بجنات شرفاتني اليوم ونوراتني والله الا فرحت بزاف ونساتني هذا النهار ودوزنا عشيه زوينه داكشي وان شاء الله ما غاديش تكون اخر مره ضروري ان شاء الله باقي الجديد ان شاء الله. ايوا صافي ان شاء الله. ايوا الشيء اللي كاين البنات نخليكم ان شاء الله نتلاقاو ثاني في فيديو اخر غدا. السلام عليكم.